أهلا وسهلا بكم أحبتي وأصدقائي مشتركي قناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. أحبتي وأصدقائي راح نبدأ وياكم في هذا الفيديو، أنه نبدأ كيفية أو طريقة تعلم أوتار أسماء أوتار آلة العود، واللي هي جدا مهمة ويجب أن يتم حفظها بصورة جيدة. كذلك راح ناخذ مواقع العفق بالأصابع، اللي مثل ما تعرفون أصدقائي لولا العفق بالأصابع لا نستطيع أن نخرج الأغنية بصورة صحيحة. مثل ما تلاحظون أنه هذه الورقة راح نبدأ بشرحها من خلال الثواني القادمة، اللي راح من خلالها مع الصورة والصوت نعرف ما هي أسماء أوتار العود، اللي هي خمسة ويضاف لها الوتر السادس. لكن في البداية أني أؤكد على أنه دائما الفنان أو المبتدئ أو الهاوي يبدأ بخمسة أوتار، جدا مهم، واللي احنا طبعا بعد هذا الفيديو راح يتم استخدام أو التطبيق العملي. أصدقائي راح أضع لكم طريقة سهلة جدا بتعلم والعزف والضرب بالريشة والأصابع منذ البداية، حتى نبدأ أنه نأخذ الأغاني الحرفية بصورة جيدة وصحيحة، ويبدأ بالتمرين أو نبدأ بالتمرين من خلال 1 2 3 4، اللي هو الاستخدام الصحيح للأصابع، اللي هو 1 2 3 4، يعني الواحد والثاني والثالث والرابع. هذه الأصابع الأربعة اللي هي ضرورية في التعلم وأيضا ضرورية في العزف وأيضا لخروج الأغنية. إذا مثل ما تلاحظون بعد ثواني انتظروني حتى نقدم لكم الشرح الكامل لهذه الورقة، اللي هي ضم الأوتار وعفق الأصابع الذي يخرج من الأوتار. لا تنسون زر الاشتراك وزر الإعجاب حتى يجيكم ما هو جديد، وتحياتي لكم، وخلينا نروح إلى الفيديو بعد ثواني. تحياتي لكم. لكي نستطيع الانتقال إلى التطبيق العملي من خلال الفيديوهات، أصدقائي لا تنسون الاشتراك وضغط زر الإعجاب لكي يتم الوصول إليكم ما هو جديد. نلاحظ بالصورة أمامكم الخمسة أوتار. نبتدأ بالوتر الخامس من الأعلى مثل ما قلنا في السابق أكاديميا، اللي هو يقا صول قرار مطلق. الوتر الرابع عشيران لا قرار، عندما تضغط بالإصبع الثاني يخرج سي، وعندما تضغط بالإصبع الثالث يخرج دو. الوتر الثالث هو ري دوغا، بالإصبع الثاني اللي هو مي، والإصبع الثالث هو فا عندما تضغط على الوتر. ثم نوا صول جواب، عندما تضغط بالإصبع الثاني هو لا، وعندما تضغط بالإصبع الرابع يخرج لديك سي. عندما نذهب إلى الوتر الأول اللي هو كردان الدو، جواب عندما نضغط بالإصبع الثاني اللي هو ري، وعندما نضغط بالإصبع الرابع يخرج لدينا مي. الآن مثل ما لاحظنا هذا الدرس سوف الآن يتم تطبيق عملي أمامكم ومن خلال الفيديو الذي سيكون أمامكم بعد لحظات. الآن ننتبه على هذه الصورة ويتم التركيز عليها جيدا لكي يتم حفظ أيضا مرة أخرى الأوتار وما يخرج من الأوتار بواسطة عفق الأصابع. تحياتي لكم، وننتقل إلى فيديو التطبيقي. شكرا لكم.